أنا بحبك. أنا بحبك جونجان. أنا بس لإلك مو لحدا تاني. بعدي عنه، عم قلك بعدي عنه. أنا رح ساعده ليوق. أنت وين كنت؟ إلي فترة منيحة عم دور عليك. جونجان، هلأ إليلا اللي قضت طفولتها مع بنات الليل ما فيها تفهم شو معنى العيلة. بعدي عني. صح أنت عايشة ببيتنا كهاني، بس بدي إياك تعرفي إنه ما رح تقدري تكسبي قلب يوق، لهيك بعدي عنه. معك حق يا جونجان، أكيد رح تفهم هالكلام وما في داعي تمثل إن خايفة علي بالمرة. يوغ انتبه انتبه، جيتي لتسمعيني حكي ولا لتنتبهي عليه؟ واضح عليه إنه هو كتير تعبان. بعدي عنه، أنا اللي رح أهتم فيه، خليكي بعيدة. يوغ تعالوا نروح. استني دقيقة. يوغ امشي. انتي ترقصي قدام الرجال بالسهرات، تخربي العيال، وكل همك انه تدمري البيوت. انتي كذابة. بعدي هيك تركيني. جونجان بسرعة خديني من هون. امشي، نحن مو مضطرين ابدا نسمع حكيك. يلا تعال معي. هلا رح نشوف، رح نشوف مين رح يفوز، كهاني ولا جونجان. كلياتنا ناطرين، واللي رح تفوز هلأ رح تصير مرت أخي. ستي أنا عم دور على الزيت، دورت عليه بكل مكان وما قدرت لاقيه. معقول ما لقيتي؟ تفضلي ستي، جبت لك الزيت براسي. يسلموا. ليك حبيبي تعال لعندي، أنا بدي منك خدمة تانية. أمريني ستي. روح خد لي هالرقاصة هي وكل إخواتها، وبعدين طالعون على السطح وزدتن كلن سوا، لأنه ما عنا طريقة نطالعون من البيت. خلينا نزدتن ونرتاح منن. لا تنسى ما بدي ينفدوا منا، وهيك كلنا منرتاح. ما في حل تاني غير هيك. يعني إذا بتساعدني بهالقصة كلياتنا منصير منحبك. ليش هيك عم تطلع فيني؟ لا يا ستي، شو هذا اللي عم تطلبيه مني؟ ما بيصير يعني من كل عقلك؟ مو معقول بدك ياني اتورط بهيك مصيبة كبيرة وطالع الجماعة بالحيلة وزتهم من فوق كمان؟ هي اسمها جريمة ستي. كيف بدك ياني اقتل هي الناس؟ مستحيل هالشي. حتى يمكن تجي الشرطة لعنا وتاخدني ويحكموني اعدام. يعني ما رح تعملها؟ لا انا ما بقدر. لكان انقلها خلاص اطلع. ستي هي الزيت صار عندك. ستي خلاص انتي طمني بالك، بس أنا تصر لي أي فرصة رح أخذ الكل وقلعهم كمان. يعني كهاني رح تنقلع من هالبيت. عن جد؟ برافو عليكي. يوك شو يلي صاير معه؟ لا تقلقي ما في شي، هو منيح. بس هو مو منيح. ليكي يا صغيرة، يبدو إنه أختك كهاني خسرت قدام بنتي جونجان اللي جابت يوغما، لأنه جونجان كتير قوية. جونجان يلا خدي يوغ على الغرفة يا روحي. مثل ما بدك، انتبهي عليه. تعال وقفي. يوغ رح يروح يرتاح بغرفتي. العلقة مع كهاني مانا سهلة، لأنها ما رح تستسلم. على فكرة أنا اللي فزت.
شو القصة؟ جونجان ما قالت لك اللي صار؟ طبيعي ما تقلك، لأنه إنكار الحقيقة عادة بهذا البيت. أنا يلي قدرت لأيوق قبلها. يا عيني طلعت أختي الربحانة، شفتوا؟ أنتوا اللي خسرتوا. ولا حرف. حتى لو قدرت تلاقي يوب أنا رح أخده يرتاح بغرفتي. لا، كأنك ما عم تتهدي وما حدا أدران عليكي. ما بصير تحكي قدامنا بهي الطريقة وتأمري وتنهي من عندك. لك خلص نترك الرجال بحاله بقى. هذا الحكي صح، الرقاصات اللي مثلك ما بيحصلوا على زوج صاحب معه مصاري وزيادة عليكي. سمعتي عيلته شو قالت؟ أي لكن عم يعيدوا بهالحكي، وخلص هالحكي ما عاد يضايقني. ويوغ هلأ بده يروح يرتاح بغرفتي. هو لما يرجع لوعيه ويصحصح وقتها بيختار بنفسه مين بده فينا. بس هلأ رح يطلع على غرفتي. أنا جاي وقاتلي حالك لحتى تاخدي يوغ لعندك على الغرفة، وعاد كتير تحاكينا بهالطريقة. ما بعرف شو ممكن نتوقع من وحدة تافهة مثلك غير هيك. هلأ أنا رح أسألك، بما أنك كتير محترمة، كيف بتقولي لمرت ابنك هذا الحكي؟ أسفي على الزمن يلي خلى وحدة مثلك تحاكيني بهالطريقة، ولسه جاي على نص بيتي تفرضي علينا كلنا يلي بدك ياه؟ أنتي يلي غلطتي معي بالأول، وأنا حقي دافع عن حالي كمان، وما في داعي بكل لحظة تعيريني بشغلتي. عم نذكرك لحتى ما تنسي مقامك. جونجان، خدي يوق على غرفتك فوراً. ماشي أختي، تعا حبيبي. استني لحظة، بدك تاخدي يوك؟ ورجيني كيف رح تطلعي لفوق. شو قصدك؟ ولا شي، أنا عم قلك روحي حاولي. جونجان طالعي بسرعة، تعا نطلع. يلا على مهلك. شو عم تخطط كهاني؟ بس ما تكون محضرة شي مصيبة جديدة. خير، ليش اجت الشرطة؟ حضرتك المدام كهاني؟ ايه صحيح، انا وانا اللي طلبت تجو، وهذا اللي هنيك بيكون زوجيوك. هديك ما بعرف شو شربته لحتى فقد وعيه، وكل الموجودين هون عم يهددوني وما عم يخلوني اخذ زوجي لعندي على الغرفة. هلا سامحيني يا كهاني، مضطرة وقف ضدك هاي المرة كرمال ما تنقهر جونجان بسببك. كهاني ليش عم بتكذبي عليهم؟ اللي نقال مو صح أبدا. يوغ اختارها لجونجان ولبسها طوق الزواج، وهلأ فيكي تتأكدي بنفسك من هاد الحكي. حتى أنت يا روبا؟ لك عيب ما تكذبي. كهاني عم تكذب لا تصدقيها. أنت بتعرفي شو بتشتغل؟ هيك لك عيدي نفس الحكي. انتو بتكون تكذبوا على الشرطة؟ شوفي بعيونك هاي الصبغة يوك حط لي اياها، يعني صرت مرته قدام الكل. هلأ هنن عم يكذبوا عليكي. يبدو انتي عم تحكي الحقيقة، لأنه الدليل على صدقك قدامنا. لو سمحتي اسمعيني شوي، لا تنخدعي بكلامها. صبغة زواجها مزيفة لهيك لا تصدقيها. بدي ادعم حماتي لحتى اكبر بعينها. ايه صح هذا الحكي صح، لا تصدقيها لهي. انا ما عم كذب وعم احكي الحقيقه، وفيك تشوفي بعينك قديش الكل متحاملين عليه. ولسه عندي دليل تاني. هي زواجي من يوغ موثق بالصوت والصوره، هو اختار يتزوجني الي بس هن مو موافقين، لهيك كلهم منغاظين مني. يوغ زوجي انا بس. بعد ما شفت الفيديو صارت الحقيقة واضحة قدامنا، كهاني زوجته ليوك. لا الشرطة ليش لا تتدخل بمثل هيك قصة؟ هي بالنهاية بتضل مشاكل عائلية ومنحلها بطريقتنا. إذا سمحتي احكي منيح، نحن منعرف شو هو شغلنا. كهاني خدي زوجك على غرفتك. شكرا. لا طوق الزواج معي أنا، لهيك أنا مرته ليوك. مدام خلي كهاني تاخده لزوجها. لا لا لا
أنا ما رح خلي لزوجي يطلع على غرفتها. يعني ليش لا تصدقيها إلا وتكذبيني إلي؟ ما بتعرفي إنها رقاصة؟ إذا هي قدمت شكوى ضدك رح نحطك بالسجن. لهيك نفذي اللي عم قلك ياه وبلا ما تناقشي. ما في داعي تعارضي يا مدام. خلي المرأة تعرف تهتم بزوجها لأنه يبدو بحاجة للراحة. ليكي سامعة شو عم تحكي أليوك زوجها؟ خلص خليها تطالعه. انتي عم تتدخلي بمسائل شخصية، وبالآخر في قانون بالبلد. جاية الأيام وبعرف شغلي معك. لك هي مشت كلمتها علينا غصب عن الكل. حقيرة. شكراً باتانجي، أنت ساعدتني كتير بهداك الفيديو. هاد واجبي أختي، المهم أنه ديري بالك عليه. إذا احتجتي شيء أنا موجود، بس ناديلي وبيجي بالإذن. يسلم. غونجان أختي هدي حالك، اسمعيني، كل شيء رح ينحل. لا تقهري حالك، الموضوع رح ينحل، لهيك لا تتضايقي وتركيها علي. بدك تصبري، هاد هو نصيبك. الحياة كتير قاسية وبدنا نحاول نكون أقوياء. كان عم تجيبي لنا الشرطة على البيت يا كهان. هلأ رح تشوفي بعينك شو رح ساوي فيكي. خلص هاي رح تكون ليلتك الأخيرة. رح أعمل لك سحر لنرتاح منك. أنا بحبك. أنتي ترقصي قدام الرجال بالسهرات، بتخربي العيال، وكل همك إنه تدمري البيوت. وهلأ يوق رح يفيق ويعمل اللي رح أأمره فيه. يوك شوفي انت شو عم تساوي؟ طيب اللي ليش هيك؟ انت ليش بدك تقتلني؟ اللي ليش؟ يوك بعد عني، عم قلك لا تقرب علي. اترك السكين خلاص. لك انا كهاني
يوغ انت مانك بوعيك، اصحى رح تقتلني. يوغ انت مانك بوعيك، انا شو عملت لك لحتى تقتلني؟ يوغ اهدى، بدي تسمعني منيح قبل ما تغلط، اهدى. خلص نزل السكين، بترجعك، خلص نزل السكين. خلص على كهاني وريحنا اليوم يا يوغ. لا! خلص على كهاني وريحنا اليوم يا يوغ. 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 يوغ، وأخيرا أنت على طول بتصدق حكي إرفاتي بلا ما تفكر، وهي بيّنت حقيقتها، شفت بعينك؟ إجيت لعندي، أنا هيك أمرتك، بس قصتنا ما انتهت ولسه رح تنفذ كل اللي قلتلك عليه. خلص جاية الأيام ورح تقتلها، لهيك رح أعطيك لسه فرصة تانية. اللي انت المرة جاية رح تقتلها؟ ايه. يا عيني عليك، أنا هيك بدي اياك. بكرة الصبح لما يلاقوك هون، لا انت ولا هنن رح تعرفوا شو طالعك بهالليل. نام فوراً لشوف. شو عملت له؟ قوم يوغ، فتح عيونك. يوغ انت رجعت نمت؟ ما بعرف هاي الحقيرة كيف عملت هيك فيك. كنت عارفانة في شي غلط، انا عرفت من الاول انه هذا كله سحر. بعرف يا يوغ إنك مستحيل تحاول تقتلني بهالطريقة، أنت حدا منيح، كمان أنت رفيق طفولتي، بعرف إنك مستحيل تأذيني لأنك رجال طيب. أنا رح أرجع وصور مكان السحر، مشان إذا فضحت لأريفاتي الكل يصدقني. ما عاد اقدر صور نظفته. على
عن جد فكرتي حالك أذكى مني لتقدري تلقطي علي شي؟ أنا مثل الهوى، في شي مرة من قبل حدا مسك الهوى؟ الساحرة خافت لما شافتني، والحية ماتت لما لسعتني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.